اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 which is entitled medians of triangle follow. يعني هنتابع مع بعضينا الدرس اللي فات. الدرس اللي فات كنا بنتكلم عن الميديانز وقلنا ان هو اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بين الفيرتكس اند الميد بوينت اوف الاوبزيت سايد ان اني تريانجل. يعني في اي تريانجل اللاين سيجمنت اللي بتوصل ما بين الفيرتكس والنقطة اللي في النص على السايد اللي قدامها ده بنسميه ميديان. خدوا بالكوا ان في فرق كبير ما بين الميديانز والاكسس اوف سيمتري. الاكسس اوف سيمتري برضه بيمر في النص، لكن لما بيجي يمر في النص لازم يبقى بيربنديكولار على السايد، ولكن الميديان لا، الميديان مش شرط يكون بيربنديكولار على السايد، ودي نقطة مهمة لازم تاخدوا بالكوا منها. طيب تعالوا نبدأ مع بعضينا الليسون ثيوريم 3. هنا بنستكمل الخصائص بتاعت الميديان ولكن في سبيشال كيس. عندي سبيشال كيس اللي هي الرايت انجل تريانجل. الرايت انجل تريانجل اللي هو التريانجل اللي فيه انجل 90 ده بيكون فيه سبيشال كيس ان الميديان بتاعه بيبقى هاف الهايبوتنيوس بتاعه. يعني لو انا عندي الاي سي ايكوال 10 سنتيمتر يبقى البي دي ده ميديان ليه؟ خارج عندي من الفيرتكس رايح للميد بوينت. طيب ايه علاقه الميديان ده بالهايبوتنيوس بتاعه؟ الهايبوتنيوس هنا عندي 10 يبقى الميديان عندي هنا هيكون ايه؟ 5 سنتيمتر. دايما بيكون نصه. يعني in the right angle triangle the length of the median from the vertex of the right angle ماله؟ equals half the length of the hypotenuse. طبعا النظريه سهله جدا مش هتلاقي فيها مشاكل خالص في الحل. طيب عندك بقى الكونفرس بتاع الايه؟ بتاع السيروم دي. يعني ايه الكونفرس؟ يعني لو انت لقيت تريانجل ولقيت ان في لاين سيجمنت درون من الفيرتكس للاوبوزيت سايد للميد بوينت اللي في الاوبوزيت سايد ولقيت ده نص ده يبقى على طول الانجل بي دي ايه دي 90 ديجريز. اهو if the length of the median drawn from a vertex of a triangle equals half the length of the opposite side to this vertex then the angle at this vertex is a is right. يعني عندي التراينجل اهو لو البي دي از ميديان والبي دي ايكوال 3 والاي سي ايكوال 6 يبقى على طول الميجر اوف انجل اي بي سي ايكوال 90. ليه؟ علشان البي دي هاف الايه؟ الاي سي. نيجي نشوف اكزامبل 1 ان ذا اوبزيت فيجر اي بي سي دي از ا كوادريلاترال. كوادريلاترال يعني بوليجون هاز 4 سايدز. ادي 1 2 3 4 سايدز ان ويتش مديني الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ومديني الاي سي ايكوال السي دي ده كده قد ده كده ومديني الاي ميد بوينت للاي سي مديني الاف بتبلونجز تو الاي دي ستريت لاين ساتش ذات ده بارلل ده. طبعا انت اول ما تلاحظ ان في نقطه عندك ميد بوينت وخارج منها لاين سيجمنت بارلل للبيز على طول تفتكر الليسون انت خدته السنه اللي فاتت في السكند تيرم اللي كان بيتكلم عن ثيوري مهمه جدا جدا ان انت لو عندك تريانجل وفي عندك لاين سيجمنتس بتكونكت بين تو ميد بوينتس لازم هتكون بارل للبيز وهتكون ايه هاف الايه البيز. طيب لو انت عندك كده فور انفورميشن عندي ميد بوينت هنا وميد بوينت هنا والباراليزم والايه وان هي بتيكوال هاف. لو انت عندك معلومتين تقدر تجيب معلومتين التانيين. انا هنا عندي معلومتين، انا عندي دلوقتي ان الاي ميد بوينت لده وده بارل لده يبقى انا على طول استنتج ان الاف ميد بوينت للاي دي وكذلك الاي اف ايكوال هاف الايه السي دي. هو بيقول لي بروف ذات البي اي البي اي ايكوال الاي اف. طيب دي سهله جدا لسبب. اولا انت عندك البي اي ده ميديان في الايه في التراينجل ده يبقى هيكوال هاف الاي سي وانت عندك الاي اف ايكوال هاف السي دي وبالتالي هيبقى ده ايكوال ايه ايكوال ده. طيب تعالوا نشوف نكتب البروف ازاي مع بعض. اول حاجه نحدد التراينجل ان تراينجل اي بي سي ماله الترينجل ده؟ since ان البي اي از ميديان and since ان الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 degrees ده معناه على طول اللي احنا لسه واخدينه في الدرس السيرم ده معناه ان البي اي ايكوال هاف مين الاي سي. طيب تعالوا نشوف الترينجل الثاني اللي هو اي سي دي ان triangle ACD since ان ال E is a midpoint of ال AC line segment. طيب
هل عندي الاف ميد بوينت؟ لا، المره دي بقى انا عندي الاي اف بارلل السي دي، اند الاي اف بارلل السي دي، يبقى انا كده جبت الشرطين، يبقى زين ايه الاي اف ايكوال هاف الايه السي دي. اوكي، دي 1 ودي ايه ودي 2. طيب، وسنس ان الاي سي ايكوال السي دي ده جيفن، يبقى from 1 and 2 هنلاقي ان ال بي اي ايكوال ال اي اي ال اي اف. طبعا سهله جدا، هو الدرس ده بوجه عام هتلاقي كل المسائل سهله ان شاء الله. Example 2 in the opposite figure. The ABD is a right angle triangle at D with E midpoint ومديني CE equal DE. بيقول لي proof ان DA right angle. طيب، اولا in triangle ABD. Since ان DE is median and since ان measure of angle D equal 90 degrees، يبقى therefore على طول يبقى الدي اي equal half mean الاي بي. وسنس ان السي اي equal الدي اي ده given، هو مديها لي اهي السي اي equal الدي اي وده نص ده، يبقى ده كمان نص ده، نخلي دي 1 ونخلي دي 2 from 1 and 2، يبقى عندي السي اي ايكوال هاف الاي بي. نخش بقى على ترينجل اي بي سي. ان ترينجل اي بي سي ماله ده؟ سينس ان السي اي از ميديان. ليه ميديان؟ خارج من السي رايح من الميد بوينت. وايه كمان؟ وسينس ان السي اي ده ايكوال هاف الاي بي، ده معناه يبقى زين الميجر اوف انجل اي سي بي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. مسائل الدرس ده سهل جدا، النظريه والعكس بتاعها. شفت ان هو رايت انجل، يبقى على طول الميديان نص الهايبوتنيوس بتاعه. ولو انت عندك تراينجل مش معروف الانجل بتاعته ولقيت ان الميديان نص الهايبوتنيوس بتاعه، يبقى على طول التراينجل ده رايت ايه؟ رايت انجل. تعالوا مع بعضينا نشوف كورولاري مهمة جدا خاصة بالرايت انجل تريانجل، الا وهي وجود انجل 30 جوه هذا التريانجل. لو لقيت عندك انجل 30 على طول يبقى السايد اللي قدام ال 30 بيكوال هاف الهايبوتنيوز اي سي. يبقى انا عندي the length of the side opposite to the angle of measure 30 in the right angle triangle equals half the length of the hypotenuse. اللي قدام ال 30 لازم يكون هاف الايه الهايبوتنيوز عندي. يعني الـ AB equal half الـ AC. الكرولوري دي هتقابلك كتير قوي، وخد بالك هي بتسهل الشغل. يعني انت اول ما تشوف انجل 30 يبقى على طول اللي قدامها نص الـ ايه؟ نص الهايبوتنيوز على طول. طيب الترينجل ده بنسميه ايه؟ لو انت عندك دي 90 ودي 30 يبقى اكيد دي ايه؟ اكيد دي 60. الترينجل ده بنسميه الـ 30-60 ايه؟ ترينجل. يبقى اي ترينجل عندك رايت انجلد تلاقي فيه 30-60 بنسميه الايه؟ ال 30 and 60 triangle. تعال نشوف اكزامبل كده عشان يورينا قد ايه الكرولري دي سهله وبتسهل الشغل في المسائل. اكزامبل 3، زي ما انت شايف كده عندك انفورميشن جيفنز على التريانجل، بيقول لي عايز اللينس اوف ايتش اوف اي بي اي بي اند بي ال، وعايز البريمتر اوف اي بي ال. اولا انت عندك الانجل 30، الانجل 30 معناها ايه؟ ان السايد اللي قدامها ايكوال هاف الايه؟ هاف الهايبوتنيوز عندي. يعني ال AB equal 8 سنتيمتر. طيب ايه تاني؟ انت عندك ال BL دي line segment connects between the vertex وال midpoint، يبقى ده median وبي equal half A half ده، يبقى ده بردك ايه؟ ده بردك 8. يبقى 8 و 8 ودي في ال midpoint، يبقى دي بردك 8، يبقى 8 8 8، يبقى البرمتر بتاع ايه؟ 24. يبقى since ان ال BL is a line segment connects between the vertex B and the midpoint
of ال AC يبقى then ال BL is a median. و since ان ال measure of angle B equal 90 degrees يبقى then ال BL equal half ال AC which is half times ال 16 اللي هي ايه 8 سنتيمترز. طيب وان تريانجل اي بي سي سينس ان الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجريز والميجر اوف انجل سي ايكوال 30 ديجريز يبقى زين على طول الاي بي ايكوال هاف الاي الاي سي اللي هو هي ايكوال هاف تايمز 16 which is 8 سنتيمترز. طب ايه كمان وسنس ان ال AL equal half ال AC يبقى ده معناها ان ال AL equal كام 8A سنتيمترز. طيب يبقى احنا كده جبنا ال AB وجبنا ال BL تعال نشوف البريمتر يبقى زين ذا بريمتر of triangle ABL هي equal ايه 8 plus 8 plus 8 which is 24A centimeters. تعالوا مع بعضنا نشوف بعض selected exercises على lesson 2. اول exercise عندي complete the following. أول حاجة عندي the number of medians in the right angled triangle is a is 3 medians. مش شرط طبعا ال right angled أي triangle مش شرط إن هو يكون right أي triangle لازم هتلاقي فيه 3 medians. تاني حاجة the length of the median from the vertex of the right angle in the right angled triangle equals a ده الدرس بتاعنا ده الأساس بتاع الدرس اللي هو اللينس بتاعي بتاع الميديان بي equal half the length of the hypotenuse. طيب هنا if the length of the median drawn from a vertex of a triangle equals half the length of the opposite side to this vertex then the angle at this vertex is a is right angle. ده اللي هو الايه الكونفرس بتاع الايه بتاع الثيوري. طيب the length of the opposite side to the angle of measure 30 in the right angled triangle equals a دي الكرودر اللي عندي equals half the length of the hypotenuse. طيب اللي بعد كده the length of the hypotenuse in 30 and 60 triangle equals نقط the length of the side opposite to the angle whose measure is 30. طبعا هو لما يكون السايد ده نصه يبقى الهايبوتنيوز هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى twice the length of the opposite side يبقى twice the length of the opposite side. Exercise 2 using the data given find the required below. انا عندي انجل رايت اهي وعندي 30. لما تشوف ال 30 اعرف ان المساله باذن الله سهله يعني مش هتلاقي المساله صعبه. يبقى اللي قدام ال 30 ايكوال نص مين؟ نص الهايبوتنيوز اللي هي ايه؟ 3 سنتيمترز. طيب نيجي هنا عندك انجل 60 يبقى اكيد دي ايه؟ يبقى اكيد دي 30. طب هو عايز مين؟ عايز الاكس زد عايز الهايبوتنيوز عندي. طب انا عندي ده 5 الهايبوتنيوز قد ده مرتين يبقى ده ايه؟ 10. طيب ده ميديان يبقى الاي سي كام؟ ضعفه قده مرتين يبقى عندي 8 سنتيمترز. بروبلم 4 انا عندي طالب مني الاي سي. طب انا عندي دي انجل 30 السايد ده المفروض ان هو هاف ده يبقى الاي سي توايس ده يبقى الاي سي ايكوال 2 تايمز 9 ايكوال كام 18 سنتيمترز. طب احنا عايزين البي دي ده ميديان ميديان يبقى نص ده يبقى 9 سنتيمترز. طب الام دي الام دي ايكوال قد ايه من البي دي ده ليسون 1 الحته الصغيره ايكوال 1 ثيرد من الميديانز كله يبقى 1 اوفر 3 فروم البي دي. طب الام دي كام سنتيمتر يبقى 1 over 3 times 9 يبقى عندي 3 سنتيمترز. طب نيجي نشوف هنا ال BD median نص ده يبقى 5
ال A B قدام ال 30 يبقى نص ده يبقى 5، يبقى دي كده 5 ودي كده ايه 5، وده عندي ده نص ده يبقى ده برضك 5. طب ال perimeter of the triangle ABD 3 times ال 5 equal 15. طيب ال BC ال BC ده قد ايه؟ خد بالك بقى، انت عندك ده كده 10 وده 5، يبقى ال BC هيقوال ايه؟ دي احنا خدناها السنة اللي فاتت، يبقى ان ال BC squared هيقوال ال AC squared minus مين؟ ال AB squared. يعني ال BC squared هيقوال معانا 100 minus ال A minus 25 which is 75. يبقى ال BC بس root ال A 75، يبقى root 75، روت ال 75 اللي هي 25 تايمز ال 5 اللي هي هتيكون معايا 5 روت ايه؟ 5 روت 5 سنتيمتر. اكسرسايز 6، احنا عايزين الدي اف. اولا ده هنا رايت انجل، يبقى دي برضك ايه؟ رايت انجل. طيب ده ميديان، يبقى ده نص مين؟ نص الاي بي، يبقى الدي اف نص الاي بي اللي هو 8 سنتيمتر. طب الدي اي؟ الدي اي نص مين؟ نص ال 18، يبقى 9 سنتيمتر. طب الاف اي؟ الاف اي دي واصله بين تو ميد بوينتس، يبقى ايه دي نص ده، يبقى ده ايه 10 سنتيمتر. طب البريمتر بتاع الدي اي اف هيكوال ايه؟ هيكوال 8 بلس 9 بلس 10 اللي هي 20 ايه 27 سنتيمتر. نيجي اكسرسايز 3 في الاوبزيت فيجر، زي ما انت شايف الانفورميشن ده رايت انجل ترانجل، وده عندي الاي دي في الميد بوينت ودي انجل 30. هو بيقول لي بروف ان الاي بي ايكوال دي اي. طيب ان ترانجل اي بي سي، سينس ان الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 والميجر اوف انجل سي ايكوال 30 ديجريز، يبقى زين على طول الاي بي ايكوال هاف الاي الاي سي، دي رقم واحد. طيب تاني حاجه، ان ترانجل اي دي سي ماله، سينس ان الميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ايه كمان، وعندي الدي اي از ميديان، ده معناها ان الدي اي هيكوال هاف الاي سي، يبقى الاي بي ايكوال هاف الاي سي والدي ايكوال هاف الاي سي، يبقى الاي بي ايكوال الدي اي، يبقى فروم 1 اند 2 يبقى الاي بي ايكوال الدي اي. مسائل سهله جدا، ان شاء الله مش هتلاقي صعوبه خالص في المسائل دي. وبوجه عام الترم بتاعك السنه دي في الجيومتري الترم الاول سهل، يعني بريب 2 الفيرست تيرم كله سهل. اكسرسايز 7، عندك الانفورميشن اللي على الايه اللي على الشك، يقول لي عايز بروف ذات ان الميجر اوف انجل اي دي سي اي دي سي ايكوال 90، واضح ان ميديان، يبقى لازم هبروف ان ده ايكوال ايه نص ده. لو عملت بروف ان ده ايكوال نص ده يبقى خلاص دي انجل رايت. طيب دي عندي 6 يبقى دي كام؟ يبقى لي ايكوال 30. يبقى اول حاجه ان ترينجل اي بي سي الميجر اوف انجل اي هت ايكوال 180 ماينس ال 90 بلس ال 60 اللي هت ايكوال كام؟ 30 ديجريز. ده معناه ان السي بي، يبقى زين السي بي ايكوال هاف الاي سي. ليه؟ عشان قدام لما تكون دي 30 ده اللي قدام ال 30 يبقى نص مين؟ نص الهايبوتنيوز عندي. طيب يبقى انا ثبتت ان ده نص ده، وسنس عندي ان السي بي البي سي ايكوال دي اي ده جيفن، يبقى زين يبقى الدي اي ايكوال هاف الاي سي. طيب سنس بقى ان الدي اي ايكوال هاف الاي سي اند الدي اي از ميديان، يبقى زين على طول الميجر اوف انجل اي دي سي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. ده الكونفرس بتاع الايه؟ بتاع السيرم بتاعي. بروبلم 12 في الاوبزيت فيجرز، في عندك انفورميشن موجوده على الرسمه، بيقول لي فايند باي بروف ذا لينث اوف اكس زد، عايز الاكس زد دي قد ايه؟ طيب نمشيها مع بعضينا. اولا في التريانجل E Y L since ان الميجر اوف انجل L equal 90 degrees والميجر اوف انجل E
equal 30 degrees يبقى زين ال ly equal half ال ايه ال ey لان ده السايد ده قدام مش 30 يبقى هيكوال نص الهايبوتنيوز بتاعي يبقى هيكوال معايا half times 10 which is 5 سنتيمتر يبقى انا جبت ده كده 5 ايه سنتيمتر. طيب وفي التريانجل اكس واي زد ماله التريانجل ده سينس ان الميجر اوف انجل واي ايكوال 90 ايه كمان وان الواي ال از ميديان يبقى زين الواي ال ايكوال هاف الايه الاكس زد يعني ايه يعني الاكس زد ايكوال توايس الواي ال يبقى الاكس زد هتيكوال معايا 2 تايمز ال 5 which is 10 ايه سنتيمترز. الاكسرسايز اللي بعد كده اكسرسايز 14 عندك مجموعه انفورميشن جيفن على الرسمه بيقول لي فايند ذا لينث اوف ايتش اوف بي دي عايز البي دي وعايز الام دي نبداها ازاي انت عندك الترينجل اي بي سي ده عندك رايت انجل وده ميديان عشان وصف الميد بوينت يبقى على طول البي دي ايكوال نص الايه نص ال 12 اللي هي 6 يبقى انا عندي ان تريانجل اي بي سي سينس ان الميجر اوف انجل بي ايكوال 90 ديجريز والدي از ا ميد بوينت اوف الاي سي يبقى زين البي دي از ا ميديان وهيكوال معايا half times ال AC which is half times ال 12 اللي هي 6 سنتيمتر زي ما انا جبت كده ال BD طب انا عايز ال MD انا عايز ال MD ينفع على طول اقول ان ال MD equal one third من ال BD ده في حالة واحدة لما يكون ال MD البوينت بتاعت ال intersection بتاعت ال medians يبقى انا لازم الاول اثبت ان ال MD ال point of intersections of all medians بتاعت الترينجل ABC اقدر اثبتها ازاي؟ انا عندي ال AE واصل من ال vertex لل midpoint دي يبقى ده برضك median يبقى ال two medians دول معملهم intersection في M وبالتالي ال MD فعلا ال point of intersection of all medians وبالتالي الحتة دي one third من ال BD يبقى in triangle ABC since in ال AE is a line segment connects between the vertex A and the midpoint of BC يبقى then AE is a median طيب مين هما التو ميديانز اللي عندي ال AE وال BD وسنس ان ال AE intersected BD يديني ال M يبقى على طول زين ال M is the point of intersection of all medians ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال MD equal one third of the BD يبقى زين على طول هنفنش اهو يبقى زين ال MD equal one over three from ال A ال BD which is one over three times انا جايب دي ب 6 يبقى هت equal معايا ايه؟ 2 سنتيمترز. Exercise 18 مديني بعض الانفورميشن زي ما انت شايفها كده على الرسمه بيقول لي find the length of AD عايز ال AD اولا اول ما تشوف ال 30 بص على اللي قدامها لو مش موجود يبقى نص ده لو موجود يبقى ده التوايس بتاعه يبقى اولا in triangle ABC since ان الميجر اوف انجل B equal 90 degrees والميجر اوف انجل A equal 30 degrees الاثنين دول بيدوا لك الحق اللي انت تقول ان زين ال AC equal twice ال BC which is 2 times ال 8 اللي هي عندي 16 ايه
سنتيمترز، يبقى انا كده جبت ان الاي سي كلها 16 سنتيمتر. طب خد بالك الميجر اوف انجل سي دي ايكوال ايه؟ دي كده ايكوال ايه؟ دي على طول 60 لان دي عندي 90 ودي 30 يبقى دي 60. والميجر اوف انجل سي بي ايكوال 180 ماينس ال 90 بلس ال 30 which is 180 ماينس 120 اللي هي 60 ديجريز. طب تعال بص بقى في الترينجل في دي سي، اولا دي 90 ودي 60 يبقى دي ايه؟ يبقى دي كده 30، يبقى دي 30 ديجريز. تمام، يبقى انا عندي هنا ان تريانجل بي دي سي سينس ان الميجر اوف انجل دي ايكوال 90. هتقول لي مستر ما احنا ممكن نقول بي دي سي، انا محدد لك التريانجل. طالما حددت التريانجل خلاص لو قلت دي يبقى انا افهم ان هي دي على طول. والميجر اوف انجل سي ايكوال 60، يبقى زين الميجر اوف انجل بي ايكوال كام؟ 30 ديجريز. طيب ولما يكون الانجل دي 30 ديجريز يبقى الدي سي ايكوال كام؟ يبقى زين الدي سي ايكوال هاف الايه؟ البي سي which is half times الكام؟ ال 8 اللي هي ايكوال 4 سنتيمتر. يبقى دي كده طلعناها ايه؟ طلعناها 4 سنتيمتر. وانت مطلع الاي سي كلها بكام؟ ب 16. يبقى انا عندي يبقى زين الاي دي هتيكوال كام؟ هتيكوال الاي سي كلها ماينس مين؟ ماينس الدي سي اللي هتيكوال معانا 16 ماينس ال 4 which is 12 ايه سنتيمتر. نيجي نشوف المساله اللي بعد كده. بروبلم 22 بيقول لي بروف ذات الاي از ذا ميد بوينت اوف اي بي، واثبت لي ان البي اي ده 1 over 4 from الـ A الـ B C والـ B E 1 over 2 of الـ A D. طب نمشي مع بعضينا واحدة واحدة. أولا أنت عندك دي 30، يبقى المفتاح بتاعك أو الكي سوليوشن في المسألة دي إن اللي قدامه نص مين؟ نص الـ C B. يبقى أولا إن ترينجل B أو A B C سينس الميجر أوف أنجل A equal 90 degrees والميجر اوف انجل سي ايكوال كام؟ 30 degrees. دول بيدوك الحق ان انت تقول ايه؟ ان انت تقول زين الاي بي ايكوال 1 اوفر 2 فروم البي سي. يبقى دي اول حاجه طلعتها ان ده كده نص مين؟ نص ده. طب في حاجه كمان، انت عندك ان الاي دي ميديان، وسنس ان الاي دي is a median يبقى زين ال A دي كمان هي equal نص ال A ال B C. طيب هو عايز مين؟ هو عايز ال B E. تعال نشوف ال B E ده اضربه منين. ال B E ده موجود معايا في بص الترانجل ده E B D. اولا الانجل دي 60 من الترانجل الكبير، يبقى الانجل الصغيرة دي كام؟ 30. يبقى الميجر اوف انجل B هت ايكوال معايا 180 ماينس ال 90 بلس الايه؟ بلس ال 30 اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 60 ديجريز. طب تعال نشوف ان التريانجل اللي هو بي اي دي، سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز والميجر اوف انجل بي ايكوال 60 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل دي ايكوال كام؟ 30 ديجريز. يبقى زين الاي بي ايكوال نص البي دي، يبقى الاي بي ايكوال نص البي دي. وانت عندك البي دي ده عباره عن ايه؟ عباره عن نص البي سي اللي هي هتيكوال، يبقى الاي بي هتيكوال هاف تايمز البي دي نص الايه؟ البي سي، يبقى هاف البي اي سي. يبقى زين الاي بي equal 1 over 4 from الـ A from الـ BC. دي أول حاجة احنا كده ايه جبناها. طيب تاني حاجة بيقول لك اثبت لي ان الـ BE نص الـ AD. طيب انت عندك ان الـ AD قد الـ BD، وسنس ان الـ AD equal الـ BD يبقى زين الـ EB equal half mean half الـ AD. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 2. يا رب تكونوا فهمتوه كويس. زي ما انتم شايفين المسائل كلها سهله، مفيش فيها مشاكل خالص. الكي سوليوشن بتاعك في الدرس ده
ان الميجر اوف انجل 30 في الترايت انجل تريانجل لازم السايد اللي قدامها بيكوال ايه؟ بيكوال هاف الهايبوتينيوس. يعني دي اهم حته عندك في الليسون ايه النهارده، وبالتوفيق ان شاء الله.